وكأننا بساحة جمع الفناء تتحول إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطقوسها وحلقاتها وفرقها الفولكلورية. هي أنشطة للترفيه والتخفيف من وطأة ألم مرضى سرطان الدم أو اللوكيميا. تنشيط فضاء ديال المركز الاستشفائي الجامعي، ثم يعني دعم نفسي للمريض لانه كيبقى بوحديتو كيطوال المده ديال العلاج ديالو، كتوصل حتى لاكثر من عام او لعامين في بعض الحالات، فبالتالي كيبقى واحد المده طويله. والناس اللي كيكونوا هنايا اغلبيه كيجيو لمراكش وما كيشوفوش الرمزيه ديال جامع الفناء. كيف ما كتشوفوا الوليدات غاديين مع مواتهم كيشوفوا هذه الانشطه هذه، من ناحيه اخرى فهي كتحسس حتى المجتمع المدني بهذا المرض بالاعراض ديالو، باش يكون تشخيص مبكر، وقد ما كيكون تشخيص مبكر كيكون الشفاء اسهل، لا بالنسبه لنا ولا بالنسبه للمريض. ورشات للكسكس وغزل الصوف والحلويات والحناء شارك فيها تلاميذ مجموعه من المدارس الخاصه. مبادره تحسيسيه لجمعيه امل ادخلت البهجه على قلوب مرضى يعيشون ويتعايشون يوميا مع الوحده والمعاناه. كيجيبوها مره تقريبا، مره في العام، مرات في العام، وهي مفيده بزاف للدراري والاباء والعامه الناس اللي كيحضروا، لانها كتبدا كتوعي الناس باللوكيميا. مده ديال سنتين صبت بمرض ديال سرطان الدم، اون ال ال بي فيلادلفي بلس، والحمد لله كان شويه ديال المعاناه في الاول، دوز دي سيونس دو شيميوثيرابي، وابخي دابا الحمد لله راني كنتبع دي يعني كناخذ واحد الدواء، الحمد لله جو مو سون بيان، وكنعطي امل لكاع الناس. مرض اللوكيميا مزمن يتحكم فيه بالأدوية دون حاجة للاستشفاء، أو حاد يتطلب الاستشفاء والعلاج الكيماوي. الأهم هو التشخيص المبكر والتمسك بأمل الشفاء.